السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نجم الأسلمي يقول: واليوم لو يصعب علي بوح الكنين يحدنا للمر شي من همر، وخيرك يا طير شلوى حاجتين أما السنة، ولا تسلفني صبر صابتني التخمة من العذر السمين، معاد في جوفي مكان للعذر، صرنا من أحداث الليالي ملكعين، ولا جواد نجامل ونعذر شرهين، لكن نقتنع في في كلمتين ونصدق أن القدر يبقى في الصدر، وقف رجلي وشوف عين، وفعلا يخلي ليلة الظلمة ظهر، الله يعين، إيه أدري إن الله يعين، والله لا يتكلم على زيد وعمر. إي بالله إي بالله، اليوم قمة الفضاوة طالعين بالشاص، نبي نخلص أموره عشان إن شاء الله من يجي الخميس إلا هو يكون جاهز بإذن الله. ترى أنا عاد صيفا شتاء طالع الله يقبشر، فنخليه جاهز إن شاء الله. بروح أركب أهم قطعة، بروح أركبها الحين وأصورها لكم. هذه طال عمر الكفرات، طبعا هذه هي اللي تطول عمر الكفر، اللي هي تاعت هذه تركب كفر ب 500 ريال يزيد لك 100 و120 و150 قيمة الحساسات هذه، وركبها الليلة أنهن طال عمرك. من ينزل الكفر، من ينزل هواه إلا تكون منتبه له، ما يمديه يسخن، ما يمديه يحبب، إلا تكون منتبه لكفرك ومعبي هواء ووازن. أنا صراحة من كم سنة أركب، والله العظيم إن الكفر يمد عمره إذا قمت تنتبه له، واللي أبى ينشرط ما يقوم يتقطع ينصرخ أبد، من تشوفه نزل على طول وقف لا يسخن الكفر، عبى هواء وتوكل. طبعاً هذولي الجذب ما شاء الله، لقيت الأولات وغيرت، يعني لقيت طبعاً كنت ماخذها أول سعر الواحد، الله والعليم إني ماخذ 780، ما أدري والله مضحوكاً علي ولا لا. لقيت هنا بسكاكة سعر الواحد ب450 ريال، الصراحة بطلة. إذا طال عمرك لفود على كيف وعلى الخر، اترك الدركسون مثبت حالها السيارة، رساوة تبارك الله، لو بهن شوي قساوة لكن بطلات. راعي الرجال شاب لنا اليوم، ما شاء الله يا امك شابنا اليوم بهذا الزيتون انت. انا نسيت سلفتي ابو فهد، هذا من هاك الليله لبس الفيد ما شفناه. البرنس لا الحين لا لي دخل، قضت خلاص. الحين كم اسبوع يا رجل؟ حنا بلاله بس اللي هالوقت هذا اللي بين الخطبه والدخل وش اسمه يوم الزواج، هذه بلشتنا حنا بس. وغيره نبي نستفتح الكاميرا عند ابو فهد، ما شاء الله ما ندري هي تزيد بركه ولا تحت البركه. الله يبارك. ها اقول هالطياره ما ادري، نبي نستفتحها عندك يا ابو فهد. ايوه بقرطيسه والله، انا بنراعي على الدلاب من هنا بشربه. ايوه بشربه بس بدل مثل القنفذ لها عيون على الجنب. هذه منين؟ بسم الله اعوذ بالله، والله انك تعذب ابو غميضه تشتغل استغفر الله. اي والله بسم الله وعلى بركه الله. مع السلامه. حيك والله ابو فهد شبه طال عمرك. الله يهينك والله، من الطيب مكوم. الطيب عاد والله ما ندري. شوف احنا 12 اغسطس يا ابو، ايش قصدك؟ شاب اليوم خلنا معيد الضرسي، هذا شابها كل وقت، هذا ما عنده لا صيف يدور له الحمته الطريه. اي شو اسمه؟ ضرسي. اي شوف يوم مصعد يدور له الحمته الضريه. اي يعني اكتب اكتب كتابه خياطه لها 10 ريال يا رجال، غثنا بالخياطه كل ندريبها خياطه. شوف ابي اعمل لك طال عمرك سميت هنا بهذا اسمكات. اي بس يبي يساعدني والله ابو عزوز، انا والله قلت له انت استلم اسمك. اي سمكات عقب سمكات ايش فيه؟ وانا بعمل درسي يدله ربيان، هذا شو اسمه؟ صغير. اي ما هو زهيك يا هزاع، هذا نبي والله ما بحريه، هذا والله ما هو زهيك هزاع، ياكل ماكولات بحريه. ليه؟ انت في الديبان في عقارب في احنا في صيف الديبان. انا والله ما هولني الا هذا شاب النارة، لكن الحين بشوف
ويعرف اسم الطبخه اللي بيسويها ولا هزاع؟ وش عندك شاب النار؟ والله انا بعمل سمته. وش نوع هذه؟ وش؟ لا تناظر لا تناظر. وش انت بتطبخها وانت بتزينها وانت بتشويها؟ ايه. شو اسمه؟ لا تناظر، جاي وجهك جاي. مسلوق. مسلوق. هلا مسلوق يا هزاع. ما ادري، قول اعمل لنا مسلوق. قلت لا والله مسلوق. والله مسلوق بهذا المسلوق. ايه. يعني تطبق قبل باليوتيوب؟ لا انا ما لي شغل الحين، هذا صيادية الحال. أيوة. هذا انا على ادراع. ادراع. ايه. ايوه شوف، والربيان هذا ما يرعى على الروته. ايه. وقريطه بالبحر يقولون ما يرعى على حليب امه. ايه. ابن عمي طال عمرك على كريمة الطبخ. ايوه. يود والله سنتي فنني هزاع. احنا نقول انك غايب لك فتره عنا، تريك طاحن بالطابخ والنفط. قاعد يا اشتهي تشير طبختك. اي عاد هذا مسلوق. اي أيه. لا تقول هي، ابيك انت تنطقه، ما بيه هو. اي شوفه جنبك انت. شو اسمه هذا فايدنا؟ اسمه هو هو بالشوايه هزاع. أيوه. لكن اسمه وش؟ وش مسلوق؟ ها مسلوق مسلوق. يلا مسلوق يلا. يا سلام يا التعليقة. هي والله بس كذا هزاع، بس كذا، بس علينك ما المستهن، علينا يديك ما نشنهني والله. حضري على البلك بس تقلي. لا والله انا خابر اللي لمسهن وزينهن الله يعطيها العافية. اي والله انا هنا المسهن. اي انت بس جالس، من صورتك قبل ساعة وانت محلك. ولا لو اجي القدر الحين ما بهلا البصر. شوف شوف. اي اي هذه يا ابو بدر، هذه مثل وجهي هذه. ها شوف والله يشوه بها طعم شوي. اي شوف هذه طال عمرك الحين. صب 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 صب. وش تقار هذا؟ هذا البصل. هذا النبي عمل لك صياديه الحين. ايوه ممتازه. اي لازم بهالشهرين هالجيات هذول تاخذ كورس يهز الطبخ المضبوط. الشيف الخفي هذا لازم يعطيك دوره. ايه. مشان الشتوية كلمة هذا هو يقوله. بس عاد نبينا ذا اللي قلت هو اللي يقولك عشان نطلع نطلع بإذن الله تعالى. لا والله انك ما انت على خبرنا يا هزاع. ايه تغير يا ولد، صار حد علمي بك طال عمرك. ايوه يا ما كنت تسوي اكل مصابي بس. هذه العجايز يقول هذا شو والله هذول يجدع الضروس هالمتلويات تقلع عقارب. والله العظيم بسم الله ما ادري عندك لون. بسم الله على الفضل. يا رب هذول لك ولن زمن. انا داري انك دور الزمن انت. الرعاة الرعاة يعيش هزاع البحري. يا زين الطبخ انا اشتهيتها يا هزاع والحاجه لش. اوه على طول فاحت ريحه الربيع. شوف شلون والله انك ما انت بسيط يا هزاع. حطيته بهالربيان هذا. هذا من اليوم انت تطبخ هالربيان والله ما انت بسيط. شوف 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 النتيجه، شوف النتيجه. يا سلام يا سلام يا ابو فهد. اعجبك ابو بدر؟ قسم بالله يا اخوي هاك سنين ما جابتني غير اليوم. وش السالفه؟ ذبحتني. ندخل على شتا باذن الله بقوه. ذبحتني بالمصابيب لما صبطني صب. يا سلام عليك والله يا سلام.